في طريقنا إلى الزعتر الذي امتد لنحو ساعتين ونصف الساعة، هطلت الأمطار ولم ندرك للوهلة الأولى أن هطولها الذي قد يعني خيرا للكثيرين هو على النقيض تماما بالنسبة للاجئين. هذا هو مخيم الزعتري، ثاني أكثر مخيمات اللجوء ازدحاما في العالم. وجوه الناس هنا يرسم الإحباط تجاعيدها ويوثق عليها ألم 3 سنوات من الحرب، وجوه تقرأ فيها ثلاثية المعاناة والوقت والبرد. هنا لاجئة بادرتنا فورا بالشكوى من حال خيمتها بعد أن أغرقتها الأمطار، أفسدت غطاءها الوحيد وأشياء عائلتها القليلة. الحلم بالنسبة لهم وحسب ما أخبروني هو العودة، وقبل ذلك الحصول على بيت متنقل أو ما يسمى بالكرفان. مشان انا فوت الفور والله عيالي هذا هي لدي والله هذا هي. الشارع 16 في مخيم الزعتري يبدو غارقا بالماء والحزن وبالهموم ايضا. الحاجة ام فريد عجوز في منتصف السبعينيات، اولادها ليسوا معها، لم تسلم من برد الشتاء بمطره وعواصفه. حدثتني بخطواتها البطيئة كيف ان البرد اثر على حركتها ودعتني الى خيمتها او ما بقي منها. أنا الآن أمشي في الشارع 16 حسب ما يقول أهالي هذا الشارع إنه شارع البحث القديم، شارع الأتربة والبحث القديم، شارع المعاناة. نجد هنا خيم موزعة على الطرفين، الأرض طبعا مبللة، كان بالأمس واليوم كان أمطار غزيرة جدا، البرد قارس. هذا هو الكرفان الذي يأمل الجميع أن يحصلوا عليه، كرفان يؤمن لهم على الأقل ستاراً واقياً وعازلاً من المطر ودفئاً أكثر من دفء الخيمة التي ربما حتى المادة المصنوعة منها لا تقيها البرد القارس. في هذا الشارع برك الماء سيدة المشهد، قيل لنا إن هذه المسطحات المائية الموحلة كانت مكاناً لخيم إما تهدمت بفعل الجو العاصف أو نقلها أصحابها إلى مكان آخر، مكان ليس بأفضل حال من هذا الشارع، لكنه قد يخفف قليلاً أثر بكاء السماء عليهم. سلام الفيل، سكاي نيوز عربية، مخيم الزعتري، الأردن.